تصفية بين نادي الصوفية في الرمادي ونادي الحويجة في ملعب قضاء الحويجة. احنا جايين فقط نبارك هذا الحضور لأهالي الرمادي في قضاء الحويجة في محافظة كركوك وسط أهلهم. ليس مهم من يفوز، المهم كيف يلتقي أبناء الوطن بمناسبات رياضية، كيف يذهب ابن كركوك إلى أي محافظة أو قضاء، وكيف يأتي ابن الرمادي أو غير محافظة. المهم في ذلك هو اللقاء، وأن يكون أهالي الحويجة مضيافين لأهالي الرمادي. هو هذا هدفنا، وليس هدفنا الفوز أو الخسارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر على الفوز على نادي الصوفية بجهود أهالي الحويجة وإدارة الحويجة وجمهور الحويجة ولاعبين الحويجة الأبطال الذين ما قصروا هذا اليوم بهذا الفوز العظيم. وإن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله يكللونها بالفوز الآخر في بغداد، وإن شاء الله هم صاعدين إلى الدرجة الأولى بقوة الله. وأني أشكر جمهور الحويجة وأشكر لاعبين الحويجة وأشكر إدارة الحويجة على التعامل والتعاون معي الكابتن عادل الخضير. شجعوا إن شاء الله، الحمد لله شجعوا جايبوا نتيجة زينة، سجل هدفين هو، والحمد لله مبروك على الحويجة وأهل الحويجة ما خسروا.